السلام عليكم مشاهدينا الكرام، سعيد بتجدد الموعد معكم ضمن برنامج الاقتصادي الأخضر. عدد هذا الأسبوع يتضمن بداية روبورتاجا حول الاستثمار الفلاحي القوي على مستوى المزارع النموذجية التي دخلت في شراكة عمومية خاصة، والعينة من مشتلة وادي الفضة بولاية شلف المتخصصة في إنتاج الشتلات والأشجار المثمرة. العدد يتضمن أيضا روبورتاجا حول إنتاج مادة الثوم على مستوى ولاية المسيلة والوقوف على ظروف إنتاج وتسويق هذه المادة. وأخيرا سنقف عند روبورتاج حول شعبة الطماطم الصناعية، هذه الشعبة التي تتوسع بشكل كبير بعد بروز أقطاب إنتاج جديدة، والعينة من ولاية عين الدفلة. التفاصيل بعد قليل، ابقوا معنا. بعدما نال منها الإهمال والتدهور لفترة طويلة بسبب قلة الموارد المالية وغياب الاستثمار المنتج، دخلت المزرعة النموذجية بوادي الفضة بولاية شلف المتخصصة في إنتاج البذور والشتلات، دخلت في عملية شراكة عمومية خاصة أعادت لها الديناميكية، وحظيت بمخطط استثماري هام سمح بتوسيع غراسة الأشجار المثمرة وتعزيز القدرات المائية، ورسم أفاقا جديدة لهذه المزرعة التي أصبحت نموذجا لفلاحي المنطقة في الإنتاج والتسيير. الروبورتاج. مشتلة وادي الفضة بولاية شلف، ما يقارب 5 سنوات من الشراكة العمومية الخاصة سمحت بتحريك عجلة الاستثمار القوي بعدما لازمها الركود لسنوات طويلة بسبب نقص الموارد المالية. المزرعة اليوم تبدو نموذجا حيا لفلاحي المنطقة في مجال تعزيز الإنتاج وعصرنة طرق التسيير. هذه الصور تعود لعهد سابق قبل الانطلاق في عملية الشراكة، صور تبرز حالة الركود والتدهور. منذ سنة 2017، سنة دخولها في عملية الشراكة، تحولت المزرعة إلى مشتلة وادي الفضة وتعززت بمخطط استثماري هام. تمتد المزرعة على مساحة إجمالية تفوق 286 هكتار، منها 246 هكتار صالحة للزراعة ولغراسة الأشجار المثمرة خصوصاً. المخطط الاستثماري للمزرعة يرتكز على توسيع غراسة الأشجار المثمرة. منذ بداية عملية الشراكة أزيد من 246 هكتار تمت غراستها بالأشجار المثمرة، منها 180 هكتار من الحوامض بنوعيات مختلفة. المساحة المتبقية توزعت على نوعيات ذات النوى. ارتكزت الغراسة هنا على نظام التكثيف، ما يسمح بمضاعفة عدد الأشجار في الهكتار الواحد.
146 هكتار دو تير اغريكول اوتيل وعندنا 180 هكتار دو بلانتاسيون منهم 120 هكتار اون اغروم ديفيرونت فاريتي ديفيرونت سيزون دو ريكولت. On a des espèces à noyaux tels que le pêcher et des espèces à tels que le pêcher et l'abricotier et des espèces à pépins tels que le poirier. Toutes les plantations sont conduites en intensif. Les agrumes 800 plants à l'hectare, le poirier et le pêcher en hyper intensif 1700 plants à l'hectare. Comme vous le voyez, c'est une plantation de 2019. Cette année, elle a produit لحقنا المساحة 180 هكتار راهي مسقية، بالرغم من أنه السنة الماضية كنا في مساحة أقل، كنا في 120-130 هكتار. السنة الماضية نبقاو نقارنوا فيها، كان عندنا بس خزان ماء يحتوي كمية ماء 12-14 متر مكعب، 12-14 ألف متر مكعب. الحمد لله السنة هذه عندنا هذا الخزان يحتوي على مساحة 70 ألف متر مكعب، مما يسمح بالاستعمال التقنيات الجديدة المحافظة على كمية الماء نظرا لشح الأمطار. نستعمل تقنية الجوتاجوز، تقنية التقدير، وكذا للفلاحين هنايا سدير ا بارتير دو سات ان شاء الله نخدموا مع السيرفيس اغريكول نديروا دي سيونس دو فولغاريزاسيون على جال باسكو الفلاحين كاين اللي ماشي مامنين بهذا لي بلونطاسيون اون انتنسيف وخاصه لا بلونطاسيون سير ادو هذا على جال التراب اللي نطلعوه كما كاين فلاحين اللي ماشي مامنين وحنا ماذا بينا نجيبوا الفلاحه هنايا ونشرحوا لهم العمليه كيفاش نغرسوا كيفاش نديروا ويشوفوا بعينيهم اللي هنايا الانتاج راه هو فيه والشجره بالتقنيات القديمه تقعد 6 و7 سنوات باش تولي تمد غله. هذه في السنه الثالثه مدت غله. العمال هنا يخدموا سو كونترا، مي عندنا نقص في التقنيين والمهندسين. ان شاء الله في القادم رايحين نريكروتو عمال التقنيين ومهندسين ان شاء الله. مشتلة وادي الفضة بها ايضا مشتلة عصرية تمتد على 5000 متر مربع تنتج 80000 شتلة سنويا من مختلف الاصناف. المشتلة تسمح بتسويق المنتوج من الشتلات وتزويد المزرعة بشتلات الغراسة. مشتلة وادي الفضة تتعزز أيضا
كلها انطلاقا مقارنه بالانطلاق تاع المزرعه لحد اليوم كاين فرق وفرق شاسع من ناحيه الاستثمار، من ناحيه المساحه المغروسه، من ناحيه النوعيه. الحمد لله عندنا انواع البرتقال، الكليمونتين، الخوخ، المشماش، البعويد. في الانطلاق درنا محطه سقي مؤقته نظرا لمع موسم الصيف مع الجو في منطقه شلف. لحد الان انا درنا محطه كبيره ندخلوا فيها كاع التقنيات تكون هنايا، فيرتيليزاسيون، لونغراسمون، كل شيء يكون في المحطه الداخل. جهود كبرى يبذلها المستثمرون الفلاحيون لتجاوز تبعية السوق الوطنية لمنتوجات فلاحية يمكن مضاعفة إنتاجها محليا. الأمر ينطبق هنا على مادة الثوم التي طالما ظلت تستورد من الخارج. جهود مستثمري ولاية المسيلة أثمرت هذا الموسم توسعة للزراعة ومضاعفة للإنتاج. هذه الزراعة التي اندمج فيها عدد كبير بالولاية من المنتجين تفوقوا في الانتاج، وهو وضع يستدعي المرافقة والتعزيز تثبيتا لمستويات الانتاج الحالية. روبورتاج سهام رغي. تشتهر ولاية المسيلة بزراعة الثوم، حيث يقصدها التجار من كل أنحاء الوطن لنوعيتها الجيدة وحجمها الكبير وفوائدها الصحية، فهي دواء وعولة للشتاء. قرية تولد بن صاوشة، بلدية تولد دراج، ولاية المسيلة. تخدم الثوم، مشتهرة بالثوم، والثوم نتاعها مليح، يعني يجونا من كل ولاية، من كل ولاية تاع الوطن تاع الجزائر، يجدوا فيه منها. تاجر جاي نشري من تقرت، والسلعه هنايا ما شاء الله. تميز هذه الماده يعني وتحفيزات وتسهيلات اللي اقرتها المصالح المركزيه لوزاره الفلاحه، لا سيما في الاندراج او الانخراط ضمن الجهاز ضبط المنتجات الفلاحيه ذات الاستهلاك الواسع، اين تم اعداد جهاز خاص لتخزين ماده الثوم نظرا لوفرته والجوده التي يتميز بها. زراعة الثوم تتطلب من الفلاحين 9 أشهر، وهي المدة الزمنية حتى تنضج تحت التربة لتسوق بعد ذلك. مشاكل عدة يصادفها الفلاحون والتجار على حد سواء، منها ما تعلق باليد العاملة، ومنها ما تعلق بعقود الامتياز، لأن أغلبها تتميز بطابع العروشية. اليد العاملة ناقصة، يعني رانا نعانيو منها، هذه حاجة ثانية نعانيو منها ياسر، اليد العاملة نعانيو منها. عاوه ناقصة، نقصت الأونة الأخرى دي نقصت. علاه؟ يعتزلوا على الميت هذا يتعب الناس. تعب الفلاح. لا 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 لا، تعب، تعب. تعب كبير. كانت ناقصة شوية، بالنسبة للمياه والكهرباء، بالنسبة للكهرباء راهي يعني في طول إنجاز كيما يقول لك راه محصاونا، وأنا نستناو. مي قضية الماء فيها يعني مازلنا نعانيو، يعني باه نقول لك رانا مكفيين ماناش مكفيين. صافي نهضر على روحي انا كفلاح عندي 50 هكتار ديت رخصة، وفي 10 في العائلة كاين 10 فلاح. اسكو فوراج راح يخدم لك 50 هكتار ما يقدرش يخدم لك 50 هكتار. يسوون الوضعية للفلاحين، رانا نعانيو. حتى دوكا تقدم انا قلت لك حابين نديروا شمبر فرو، هنا ما تقدرش دير شمبر فرو، ما تقدرش تستفيد، يقول لك اعطيني عقد الملكية أو عقد الامتياز. ما كانش. توصلنا الإمكانيات بزاف.
كيما لي فوراج ما كانش، تريسيتي عندنا ناقصة، الماء عندنا الماء الإنارة ما كانش، سلوك مسلك ريفي. هناك عدة مشاكل نصادفها ميدانيا لا سيما في ربما عدة نزاعات ومعارضات، هذا ما يؤثر سلبا على أريحية الفلاح وتأمينه من ناحية حصوله على بعض الامتيازات اللي قدمها وزارة الفلاحة عن طريق مختلف الآليات. عقود الامتياز الحمد لله رانا يعني كل المستثمرات اللي كانت مندرجة ضمن القانون 10.03 تم يعني إعداد عقود الامتياز، إلا أنه الهدف تاعنا الأسمى يعني واللي رانا نسعوا عليه هو خلق محيطات امتياز فلاحي موجهة للاستثمار. كاين عدة آليات قانونية، كاين يعني عدة مؤشرات جد إيجابية، لأنه هذه الولاية عندها يعني فضاءات ومساحات يعني جاذبة ومستقطبة للاستثمار الفلاحي في مختلف المجالات. قرية الخبن بالسوامع هي الأخرى منتوجها هذه السنة كان وفيراً وبكميات كبيرة وجودة عالية. محصول يعني راه الحمد لله يعني خير ربي، إنما الدعم كانش، الإنتاج يعني صالح كما نقولوا، بصح ما عندناش الماء والتوفير ما كانش. لا 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 بس الحمد لله النوعية هاك نشوفوا في النوعية هاي مرة يعني إنتاج الله يبارك فيك. أيوة هذا هو الانتاج تاع الخبن هنا، بالنسبه للخبن هنا السلعه تنحيها مبيعه في الاطلس، لا لا تنحيها وتديها للسوق، نهار تبيع نهار تخليها نهار تاكلها كل نهار كيطيح من السوق. الاسعار سنا واش نقول لك مليحه يعني ماهيش اسعار مليحه، الاسعار راه ما بين شحال وشحال مي بدات الاسوام تاع من نهار بدات يحصيف في المنتوج بدا من 7000 حتى ل 10 11000 يعني ما فاتش. هذا بالنسبة للفلاح، للفلاح التاجر هذيك حاجة واحدة أخرى، أنا أحكيك على الفلاح، أنا نهضر لك على الفلاح. ما هنا نخدموا بالك نقولوا احنا الياطاج نخدموا بالفدانة ويا مبات نخدموا الجورنية. ورغم الكميات الهائلة من محصول الثوم لهذه السنة بولاية المسيلة، إلا أن افتقار بلدية ولاد الدراج لسوق كبير جعل الفلاحين والتجار يبيعون منتوجهم بطريقة عشوائية غير منتظمة. وليس هنا الوضعية تاع السوق هذا، يعني باه يكون إن شاء الله يسكيد المنتوج تاعو يلقون يديه، هذه حاجة الأولى. سخانة لازم يسوي الوضعية، خاطر راهي فوضى، ماهوش السوق، بالكم سوق بصح ماهوش السوق، راه فوضى. نشري ونعاود للسوق. شريناها ب 11000 ونسترزقوا من دول 1000 ولا 2000. هذه كيفاش تشوف البيع هذا او ناقص شويه؟ لا 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 راه مليحه، راه مليحه، كل ما يستوردوش من الخارج الفلاح راهم في نعمه. لا يستوردوهم لا لا، يجوا من الجزائر، يجوا من تلمسان، يجوا من المقنيه، يجوا من وهران، 58 ولايه كل تكب هنا. لا لا ما شاء الله سومه مليحه معقوله. ديروا في حسابكم المسافه كي تعدوا تقول كي ندوه ندوه حقنا، هذاك هو حقنا، حوايج الشيء اللي التاجر لازماته يجيب حق مصروف ومازوت وماكلته ورقاد، ولازم يدير الف حساب. السوق ما السنين اللي فاتوا السنه راه مليح يعني في السومه نتاعو راه مليح، وكاين ثاني الخير كاين بزاف، منتوج كاين يعني ما نسحقوش يزيد يجيبونا من الخارج. يا كاين الخير نجوا لهنا السلعه، الاول حاجه السلعه نتاعهم ما شاء الله، والسلعه كي تديها من هنا تصبر، والارض نتاعهم صالحه الارض هذه صالحه لكلش، مش غير الثوم ومش غير صالحه الدنيا كل في ولايه المسيله، يعني عامل التربه والحمد لله ربما الامطار الاخيره وسهوله الحصول على الموارد المائيه عن طريق حفر الابار او تحصل على الدعم الفلاحي اللازم، خلى هاد الناس يعاودوا يسترجعوا يعني المساحات اخرى يعني اضافيه باش يكتفوا في انتاج هذه الماده، لا سيما انه تمدنا يعني مردود يعني جد معتبر في القنطار الواحد يصل الى 450 الى 500 قنطار في الهكتار، بالاضافه الى ذلك الى تميز نوعيه الثوم المحلي المسيلي هو كبر الحجم ومقاومته لبعض الامراض و طول مدة حفظه وتخزينه، يعني هذا ما جعل بعض الولايات المجاورة ربما يعني التهافت على إقبال كبير على اقتناء هذه المادة المحلية. قدرات التخزين بولاية المسيلة لا تتعدى 45 متر مكعب،
هي أيضا تطمح في نفس الوقت حسب مدير الفلاحة للوصول إلى 300,000 متر مكعب، خاصة مع وفرة مادة الثوم والمناخ الملائم والتربة الجيدة، حتى تحافظ على الكمية المخزنة وتضبط الأسعار في غير وقتها. عملية التخزين هي عملية جد مهمة للحفاظ أولا على الكمية المنتجة محليا، وربما لكي يعني نضبط أسعاره في فترات وين ما يكونش هذا الإنتاج. ثانيا باش أنه مادة الثوم يعني في ولاية المسيلة لاحظنا أنه عندها قدرات جد كبيرة وهامة للتخزين أو المحافظة على مواصفاتها لمدة طويلة. ويبقى أهم مخطط فلاحي بولاية المسيلة هو اتباع استراتيجية عدم استيراد المواد التي يمكن إنتاجها محلياً، مثل الثوم الذي تقدر مساحته ما بين 1500 و2000 هكتار، والتي تتمركز في كل من المعذر، بوسعاد، المعاريف، والدراج، وذلك من خلال التحفيزات المقدمة للفلاحين وتسوية عقاراتهم. تعززت شعبة الطماطم الصناعية على المستوى الوطني بعدما توسعت أقطاب الإنتاج وتمت مرافقة المنتجين والمحولين. ولاية عين الدفلة دخلت بقوة في مسار إنتاج هذه المادة بعدما تشكل بالولاية قطب هام لإنتاج الطماطم الصناعية. واحتواء لمنتوج هذه المادة على مستوى الولاية، اجتمع المحولون والمنتجون في يوم تحسيسي تشوري خصص أيضا لإعطاء إشارة انطلاق حملة جني الطماطم الصناعية على مستوى الولاية. التفاصيل في روبورتاج حورية حرات. الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلة وبالتنسيق مع المجلس المهني المشترك لشعبة الطماطم نظمت لقاء ضم جميع المتدخلين في شعبة الطماطم الصناعية. الهدف الاستماع إلى انشغالات الفلاحين. ولكن من حق اليوم أنا ثاني هنا نخمم مع الولاية نتاعي، ونخمم مع الفلاحين نتوعي، ونخمم على المصداقية نتاع الفلاحين نتوعنا مع المحولين اللي رانا نخدموا معاهم عده سنوات. صار هذاك تاع الميزان شكون اللي يتحملها؟ وتجيب 1000 كونتار 900 وربحني نقسم معاه، ما هوش يربح بالله. في ظرف زمني قصير استطاعت ولايه عين الدفله ان تحتل المراتب الاولى ضمن الولايات المنتجه للطماطم الصناعيه. بالنسبة للانطلاقة تاع جني الطماطم في ولاية عين الدفلة اللي كانت اليوم بسم الله يا فتاح يا رزاق، نطلبوا من الله عز وجل باش تكون الانتاج نقي والانتاج يكون وافير ان شاء الله. يعني راهي عندنا 3200 هكتار في ولاية عين الدفلة، اللي العام اللي فات كانت عندنا 4000 هكتار، السنة راهي عندنا 3200. بعملية حسابية بسيطة بالكاد يتمكن الفلاح من تغطية تكاليف الانتاج التي تضاعفت في فترة وجيزة. العام الأول شرينا احنا نسموها الكوتا كوت، شريناها ب 1600، السنة نشرو فيها 2,300,000. لي زونكري شرينا عملوا له ب 800، عندنا فاتورات، السنة نشرو فيها ب 1300. عندنا ثاني كاين التكلفة تاع الدواء، ثاني نقول لك عليهم بالأسماوات، ثاني كاين اللي زاد 40% 60%. وحنا عندنا الطماطم عندنا 12 دينار متعاقدين معاهم، وربعة تعطيها لنا الدولة. هذيك 12 دينار، هذيك 12 دينار يعطيها لنا الوزين. حنا واش حاجة لا يتسوى درك كيلو راه يتسوى 12، حبة تاع كوجا كيما نقولوا حنا حلوى سكر مخلطة راه يتسوى 2000 فراك، وحنا كيلو فيه 10 حبات 12 يتسوى 1200. حنا كي رانا نوجدوا يوجد يجيب لك 1000 يجيب لك 1200، تزيد لي 400 فراك 1600 وما نخرجوش، كي نزيدوا نخسروا من جيوبنا، حنا نخدموا عناد. المشكل في الوزين، كي يدي الفلاح يخرج الكاميو تاعو ويروح للوزين يقعد ثلاث ايام، ينقصوا الميزان، ينقصوا الصوالح، يقولوا الفريتة الخدامه،
هذاك المده يخسر الفلاح ياسر 2000 فرنك ما يربحش الفلاح ما يربحش. هذه ما ديرلوش الكوراج الفلاح العام الجاي ما يديرش ما يديرهاش الطماطم يقدرش دخل غير خساره في خساره ما يديرهاش. حنا نطالبوا من 25 من 2500 بالفعل. حنا كمتعاملين اقتصاديين رانا خاضعين لزياده الاسعار في كامل المواد اللي رانا نشتريوها في المصبرات تاعنا يعني، وهذا مشكل اللي تلقيناه وفرضته علينا ظروف اللي احنا ما تحكمناش فيها. اليوم كانت فرصه لينا، كان لقاء بين الغرفه بين المجلس المهني تاع شعبه الطماطم والفلاحين، استمعنا المطالب تاعهم. قبل هذا قمنا بدراسات ودرسنا اسعار وتكاليف تاع سعر الطماطم الصناعيه، وبالفعل الطماطم الصناعيه باش نشجعوا الفلاح ونكملوا في التطور اللي كنا فيه من حيث المساحات ومن حيث المردود، لابد من أن تكون فيه زيادات في الأسعار. تبقى نسبة الزيادة بين تفاهم بين الفلاح والمحول على سعر اللي يشجعهم العام الجاي إن شاء الله يكبروا ويزيدوا يطوروا إن شاء الله. نقص مياه السقي تسبب هو الآخر في تراجع مستويات الإنتاج. اليوم لونيد عندما نتكلم على الديوان الوطني للري للسقي وصرف المياه والتحويلات، الماء نتاعو اللي يجيبو يعطيه لنا كفلاحين يجيبو من السدود. السدود اليوم الدوله من حقها راهي حارصه خايفه من المستقبل باش تشرب الشعب. اذا حنايا كيما رانا نخمو باش نشربوا الشعب، احنا رانا نخمموا كيفاش ثاني نوكلوا الشعب. باش نوكلوا الشعب نوكلوه بحفر الابار، هذ الفلاحين نسهلوا لهم عمليه حفر الابار لضمان هذه المنتوجات الاساسيه وعلى خصوص مواد اوليه. عندما نقول الطماطم الصناعيه راني حبست ليكسبور لامبورتاسيون تاعها الاستيراد من الخارج، معناتها وقفت العمله الصعبه ما تروحش. اثنين كي راني نخدمك تشوف الخدامه اللي راهم لهنا كاينه. ثلاثه المصانع التحويليه راهم يخدموا جزائريين راهم خلصوا الضريبه، راه يعني كاين قيمه مضافه في هذه الماده. راهي تصرنا بعض الظواهر اللي ما كانش تصرنا من قبل، اللي هي لي فوراج اللي رانا نكروهم، ومن بعد لا ناب تاع الفوراج تهبط لك، الفلاح يكري فوراج هذا راه يسقي به في وسط الغله يروح له الماء، يعاود يكري فوراج واحد اخر باش يسلك المنتوج تاعو. هذوك الفلاحين اللي كنت شايفتهم اليوم معنا معظمهم كرايين تاع الاراضي، معناتها التكلفه تاع الارض اللي اليوم راهي لحقت حتى 15 مليون حسب الفلاحين، راهي تزيد لنا في التكلفه تاع العوامل تاع الانتاج. وفي الاونه الاخيره مديريه الضرائب بدات تطالب الفلاحين بدفع رسوم على النشاط. مع مصلحة الضرائب اللي ما كناش نسمعوا بها، يعني كان عندنا فكر مقبل اللي كنا نقولوا يعني أي مادة مدعمة من طرف الدولة فهي غير خاضعة للضريبة، إلا أنه تفاجأنا بالضرائب لغتنا. يعني احنا ماذا بنا يعني بالسلطات اللي لازم نديروا اجتماعات خاصة بين الضرائب بين مديرية مصالح الفلاح. احنا رايحين في نقاش كبير مع إخواننا في الضرائب، هذو مواد أساسية، وحنا النقاش نتاعنا في القطاع الفلاحي نقاش اقتصادي. المادة عندما تكون مادة أساسية والمطلب تاع الشعب الجزائري نوكله، لابد تكون عندها امتيازات فيما يخص الضرائب. ورغم أن ولاية عين الدفلة رائدة في إنتاج الطماطم الصناعية، غير أنها لا تتوفر على مصنع للتحويل. بعيدا عن الكاميرا أكد لنا أحد المحولين أنه تقدم بالعديد من الطلبات لإقامة مصنع للتحويل دون جدوى. اليوم عندما برزنا وراي بانت الخدمه تاعنا وبينا الانتاج في الولايه تاع عين دفله، رانا نطالبوا من السلطات يديروا لنا وزين في الولايه تاع عين دفله. باش نحافظوا على هذا المنتوج ونحققوا الاكتفاء الذاتي والاقتصاد الوطني، لازم تكون الاسعار مدروسه من طرف المحول ومدروسه من طرف المنتج. المنتج يربح والمحول يربح والمستهلك نحافظوا عليه. مواضيع هذا العدد من برنامج الاقتصاد الأخضر تمت. التواصل مع البرنامج متوفر عبر وسائط التواصل الاجتماعي للتلفزيون الجزائري. إلى أن نلتقي في عدد جديد، إلى اللقاء.